حصل أصلا. لكن نشكر ربنا على كل حال. شكرا للأستاذ وحيد، وشكرا لكل الأساتذة اللي تعبوا في الفترة اللي حصلت دي. ربنا يبارك حياتكم ويعوضكم تعب محبتكم خير يا رب. طيب، ملخص اللي كنا بنتكلم عنه، احنا ابتدينا النهاردة في سلسلة الرد على شبهات نسب السيد المسيح اللي احنا مش محتاجين اصلا نتكلم عنها، لكن فقط علشان صغار النفوس واللي بيحاولوا يمنعوهم ان هم يقبلوا النور. او الجزء كنا هنتكلم عليه النهاردة اللي هو اتهمهم بوجود 4 زانيات واولاد زنا في سلسلة النسب. وضحنا الكلام ده مش حقيقي، وابتدينا باول حالة واتكلمنا على ثمار، وضحنا ان ثمار كانت فقط اقامة نسل، وده تشريع مقبول. ووضحنا تسلسل وحتى الفكر البيئي والمعنى اللغوي. ابتدينا الجزء الثاني، والجزء الثاني مهم جدا، وهو رحاب. جبنا الادله اللغويه العبريه لغايه دلوقتي، وبعض الادله اليوناني. جبنا الفكر التلمود اللي تقدم، وترجم يونسان قال ايه، المفسرين الشرقيين زي ابونا انطونيوس فكري، وبعض المفسرين الغربيين زي جيل وويزلي وكلارك، وأيضا بعض أقوال الأباء زي القديس يوحنا ذهبي الفم. وعرفنا حاجتين مهمين جدا، احنا ما بنرفضش فكر ان هي كانت إنسانة أممية كنعانية تائبة، الفكر ده ما بنرفضهوش، لكن الأدلة اللي في ايدينا تؤكد او توضح ان هي إنسانة يهودية عارفة النبوات كويس جدا، وعارفة اسم يهوه، وعارفة كلامه مع موسى، والوعود اللي توعد بيها شعب الله. أخذت لقب زانية يعني صاحبة فندق، والكلام ده جبناه من أصوله ومعاني الكلمات. الست دي قبلت الجاسوسين، والجاسوسين بدخولهم بيتها ما كسروش ناموس، لأن عندهم في الناموس ما يدخلوش بيت زانية، لكن هم دخلوا فندق. هي عارفة الوعود، وعلشان كده ملك المدينة كان حاطط على بيتها، على الفندق بتاعها، جواسيس علشان يراقبوا البيت، لأنه معروف أن هي إلى حد احتمال كبير يهودية، فممكن تساند شعب إسرائيل ضد الكنعانيين. هي وقفت مع الجواسيس، وشفنا بعض الرموز لغاية دلوقتي، ودي القصة اللي وصلنا لها في الأدلة اللي احنا قدمناها لغاية دلوقتي. لسه بعض شوية حاجات قليلة هنكملها في موضوع رحاب، ونكمل بعض الأدلة، بس بقية الكلام اللي موجود في سفر يشوع وصلنا لعدد 12، وبيقول الآتي: فالآن احلف لي بالرب وأعطياني علامة أمانة، لأني قد عملت معكم معروفا بأن تعمل أنتما أيضا مع بيت أبي معروفا. العدد ده يوضح لنا أن رحاب ما خرجتش لوحدها وهي سنها صغير، وزي ما جبنا القصة اللي موجودة في التقليد اليهودي القديم أن هي خرجت وسنها 10 سنين من أرض مصر قبل خروج شعب بني إسرائيل بفترة صغيرة جدا، لكن هي خرجت مع بيت أبيها. يكمل عدد 13: وتستحيي أبي وأمي وأخوتي وأخواتي وكل ما لهم، وتخلص أنفسنا من الموت. فقال له الرجلان: نفسنا عوضكم للموت إن لم تفشوا أمرنا هذا، ويكون إذ أعطانا الرب الأرض إننا نعمل معك معروفا وأمانا. كل سياق الكلام يؤكد أن ما فيش شبهة أن هي شخصة زانية زنا حرفي، لكن المعنى فقط لقب على كل ما هو صاحب حانة أو صاحب فندق في الزمان ده. وزي ما وضحت التجاء الجاسوسين للشخصة دي بالذات والفندقها، علشان هي معروفة أن هي مش كنعانية فمش هتسلمهم. فأنزلتهما بحبل من الكوة، لأن بيتها بحائط السور وهي سكنت بالسور. وقالت لهما: اذهبا إلى الجبل لألا يصادفكما السعاة، واختبئا هناك 3 أيام حتى يرجع السعاة، ثم اذهبا في طريقكما. فقال لها الرجلان: نحن بريئان من يمينك هذا الذي حلفتنا به، هو ذا نحن نأتي إلى الأرض، فاربطي هذا الحبل من خيوط القرمز في الكوة التي ألزمتنا منها، واجمعي إليك في البيت أباك وأمك وأخوتك وثائر بيت أبيك، فيكون أن كل من يخرج من أبواب بيتك إلى الخارج فدمه على رأسه، ونحن نكون بريئين، أما كل من يكون معك في البيت فدمه على رأسنا إذ وقعت عليه يد. وإن أفشيت أمرنا ها
هذا نكون بريئين من حلفك الذي حلفنا. فقالت هو هكذا حسب كلامكما وصرفتهما فذهب وربطت حبل القرمز في الكوع. فهمنا شوية حاجات كتيرة لغاية دلوقتي من اللي اتكلمنا فيه لغاية دلوقتي. أولا زي ما قلت هي مش كنعانية ومش زانية بالمعنى الحرفي، هي إنسانة يهودية غالبا عارفة النبوات، عارفة اسم يهوى، عارفة كلامه لموسى كويس جدا. هي إنسانة فعلا اختلطت بالشعب الكنعاني لكن إلى حد ما تايبة عن النقطة دي. هي مش زانية، هي أممية صاحبة فندق أو كنعانية أو عبرانية صاحبة فندق، وحتى لو كانت زانية هي إنسانة تائبة وأمنت بالرب وأنقذت رجاله. كملت الأعداد في إصحاح 6 عدد 22، وقال يشوع للرجلين الذي تجسس الأرض ادخل بيت المرأة الزانية واخرج من هناك المرأة وكل ما لها كما حلفتما لها. فدخل الغلمان الجاسوسان وأخرج رحاب وأباها وأمها وأخواتها وكل ما لها وأخرج كل عشائرها وتركاهم خارج محلة إسرائيل. طيب إيه كلمة عشائرها دي اللي موجودة في العدد ده؟ طيب إحنا عارفين أبوها وأمها وكل ما لها، لكن كلمة عشائرها يعني ليها، هي ما خرجتش لوحدها ولا الأب والأم بس، ده مجموعة صغيرة خرجت من أرض مصر وراحت هناك وسكنت. فعشيرتها هي مش عشيرة كنعانية، ولكن زي ما وضحت الفكر الأغلب المرجح أكثر إن هي الإنسانة دي يهودية، ولما حصل الاضطهاد لليهود في أرض مصر خرجت هي وأسرتها من أرض مصر وهربوا. الموقف بدأ بإيمانها وتوبتها من خطايا الشعب المحيط، لكن تطور الموقف مش إيمانها هي فقط لكن لأسرتها، أبوها وأمها وأخواتها وكلهم هيخرجوا الكل خارج المحلة حتى يعرفوا ناموس الرب بيطهروا من الخطايا. استحيا يشوع رحاب الزانية وبيت أبيها وكل ما لها وسكنت في وسط إسرائيل إلى هذا اليوم، لأنها خبأت المرسلين اللذين أرسلهما يشوع لكي يتجسس الأرض. وطبعا بعد كده هي اتجوزت سلمون زواج مقبول أمام الرب لأنها كانت انضمت لشعب إسرائيل، سواء يهودية وشاركت مع الأمم بعد كده رجعت تاني لشعبها، أو سواء كانت أممية وقبلت في شعب إسرائيل بالإيمان، لكن أنا أرجح الأولاني للأدلة اللي قدمتها حتى الآن. نيجي لعددين مهمين جدا اللي هما في العهد الجديد، ذكرنا معنيهم اليوناني وشرحها جيل وشرحها كلارك، لكن تعالوا ندرسها بأكثر عمق شوية صغيرة. معلمنا بولس الرسول في رسالة العبرانيين 11:31 يقول الآتي: بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. بالإيمان فعلا خلصت،